في ظابطين؟ بناتي ظابطين؟ اوكي. رمضان كريم لواضح وكل متابعين واضح، اهلا وسهلا فيكم بالقرية العالمية بدبي. اليوم حنفوت على القرية العالمية ونشوف كل بلد عربي وكمان مو عربي بالشرق الاوسط شو مجهز لنا لرمضان. معي ابن عمتي، هو كمان كثير بحب الاكل وحيقول لي شو الاكلات الاكثر شيء بحبها برمضان. خلينا نشوف. يلا يلا. هلا لوين رايحين؟ هلا على سوريا. يلا نابت نبوت كلاوي كلاوي كلاوي، الله يبعد عنا البلاوي. واذا زالت حماتك شو بتساوي؟ انت ايفون وهواوي. طيبة عالدواء، طيبة طيبة يا مارد شوف طيبة اكلي كلاوة وحنا بياعين الحلاوة. مريدة 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 بالمروكي. طيبة يا مارد شوف طيبة. هنتقل من سوريا لا مغرب. مريدة 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 بالمروكي. طيبة 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 عالدواء طيبة طبعا. جاهزين لرمضان المغرب. من المغرب حننتقل لمصر ومن الدنيا. ننتقل لبلد الحضارة العراق. يلا مشي صار لي سنة مشي. هذا اللون الشهر في عندك الأسل اللي هو السدر. شو بنقول لواضح؟ رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا. آخر محطة لليوم هي الفيمار، أكل إماراتي بامتياز، قرنشة وبيدبس التمر، بياكلنا كثير برمضان. رمضان كريم عليكم، نعاد عليكم بالصحة والخير. واضح.